يا واتساب الاشتراك جسبك كلكم تكونوا على خير وبخير جسبك واي واحد كيتفرج في هذا الفيديو يكون ناشط ويكون موتيفي سو كيما شفتوا في لامينياتور نتاع لا فيديو هادنا ان شاء الله غنهضروا على واحد لو سوجي اللي هو علاش انا كنتريني وكناكل وما كنزيدش اول واحد المشكل كيواجه اي واحد في الناس اللي ديبيتون كاملين كيواجهوا هذا المشكل كيكون كيتريني وكياكل مزيان وكيما كيزيدش يعني فين هو الخلل فين هو المشكل اللي غادي يخليه انا ما غاديش نزيد صوف الى كنتي اول مره كتفرج فيها ما كيجيش غير تلزعت وتفرقع شي لعيبه سبسكرايب ويلا نكملوا لا فيديو قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساش دير ابوني لاخر ما تنساش دير لايك لا فيديو باي نحييكم على فيديو الثاني كما قلنا هذا المشكل هذا واحد البلان اللي خايب بزاف راه فريمون وقع لي انايا بعدا صافي غنقطع لهم تخام وغنشوف راسي كنتريني وكناكل وما كنزيدش غنضيع فلوس ونضيع وقت وما غنديرش شي حاجه في حياتي صوف غادي نخرج من الرياضه كامله مهم حنا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا هذا المشكل كامل ولا كنتي انت من الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا انا متاكد باللي ان شاء الله مين غتسالي هذا الفيديو هذا غادي تكون تهناي من هذا المشكل غير هو الا درتي هادشي كامل اللي قلت لك راه ان شاء الله غادي تهنا من هذا المشكل هذا اللي هو واحد المشكل كيواجه اي واحد عاد ديبيتون عاد عنده شي 9 شهور حتى العام مازال ما كيعرفش كيفاش يتصرف مع الجسم ديالو مازال ما كيعرفش كيفاش يدير باش انه يديباسي هذا المشكل هذا سو ان شاء الله في هذا الفيديو غنطرقوا هذه البلانات كاملين جيسبيغ كو هذا الفيديو ما يكونش طويل عليكم ويعجبكم ودير شي لايك ونكملوا لا فيديو المهم بالمناسبه ان شاء الله في هذا الايام غندير لكم لي فيديو بزاف باش نحاولوا نطوروا من المستوى ديالنا كامل واي معلومه عندي ما كندخلش عليكم بها باش ان شاء الله كاملين ديفلوبا ونزيدوا بنات نزيدوا المغاربه كامل الخدام وان شاء الله عندي واحد المسابقه ولا واحد الكومبيتيسيون على برا ان شاء الله غادي نحاول نطلع بواحد النيفو اللي مزيان باقي لي واحد الوقت اللي غادي نقدر انا نوجد فيه ان شاء الله دابا كنرتاح لواحد المده صور نبداو لا فيديو ديالنا كما قلنا اول حاجه خاصك دير على المهم اربعه د الحوايج خاصك ديرهم الا درتيهم اقسم بالله انا ما يمكنش ما غاديش تزيد في الوزن ديالك اولا الكتله العضليه ديالك نبداو باول حاجه اللي هي التدريب التدريب ديالك ما خاصوش ديباسي الساعه د المكانه انت كتريني مزيان وكديباسي ساعه راه ما كدير حتى شي حاجه علاش ما خاصكش ديباسي ساعه ديال المكانه ما خاصكش ديباسي ساعه ديال المكانه باش ما طيحش في الكاتابوليزم اولا بالعربيه هي مرحله الهدم العضلي الى سفتي ساعه شنو غيوقع غيطلع لك واحد الهرمون في الدات اللي هو هرمون الكورتيزول هذا هرمون الكورتيزول هو هرمون هدام ماشي بنه ماشي انابوليك هرمون وبالمناسبه من انك نتايا يكون عندك واحد المخزون تاع الاي تي بي في الجسم ديالك قبل ما تريني كتمشي كتريني كتستنزف داك الساعه المخزون ديال الاي تي بي ديالك ملي كتسالي الساعه وكتزيد تريني فوق داك الساعه الجسم ديالك كيقلب انه يعطيك الاي تي بي باش تخدم شنو كيدير كيمشي لي فيبغ اليمونتير اولا الشعيرات العضليه كيهدمهم وكيهز منهم الاي تي بي ويعطيك انت الجهد باش غادي تلعب في هذه المرحله ما كتبقاش كتبني العضل كتولي كتهدم العضلات ديالك المهم هذا هو الكاتابوليزم انا حاولت نشرح لكم بشي حاجه اللي بسيطه ويلا بغيتوا انا ندير لكم حلقه ان شاء الله ونشرح لكم الكاتابوليزم كامل بلا ديطاي ونتعمقوا فيه شنو هو ما لقيتش غير لي سور كومونتير ندوزو ثاني حاجه اللي هي النوم A few moments later. النوم هو الحاجه الوحيده اللي كيقدر ان فيها الجسم ديالك انه يزيد من الكتله العضليه وتفرزوا بزاف د الهرمونات اللي غادي يخليو كانك نتايا ديفلوبي من لوكور ديالك وبالنسبه لهذا النوم كنهضر على النوم ديال الليل ماشي النوم تاع النهار تقول لي علاش هو نعاس نعاس من الناس 8 السوايع بحال الليل بحال ديال النهار ما مولتش الدنيا ونعاود نفيق 8 السوايع نكون ناعسه نقول لك انا يا لا هادشي ما كاينش في الليل كتقدر تفرز انك تفرز واحد الهرمون النمو كيكون ربي ديالك واحد الساعه بيولوجيه في الجسم ديالك اللي كيكون من 12 حتى ل 4 كيتفرز فيه هرمون النمو يعني ما بين 12 و 4 خاصك تكون ناعس اما حنا الناس كامل العرب كاملين في الصيف كيبقى قصطار حتى ل 5 الصباح يعني كيفاش غادي دير تقدر ديفلوبي من لوكوغ ديالك راه ما يمكنش منطقيا راه ما يمكنش هاد هرمون النمو من بين الهرمونات البناءه اللي 100% كيكون في لوكوغ ديالنا كيتفرز كيخليك انك تزيد تطلع من الكتله العضليه في الجسم ديالك الو خاصك تستافد من مده النعاس ديالك اللي غتكون بالليل ماشي بالصباح بالنسبه للاكل الاكل خاصك تكون كتلبي فيه الحاجيات للجسم ديالك يعني كيفاش غتلبي هاد الحاجيات باش تقدر انك تزيد يعني خاص يكون عندك واحد المخزون في الجسم ديالك نتاع الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات وبزاف والمعادن اللي ملي غادي تنعس غادي تستعملهم وغادي تقدر انك تبني بهم العضلات ديال العضل او الكتله العضليه ديال بها كيفاش غادي نعرف انا شحال غادي ندخل انا في النهار نتاع الماكله ديالي كاين حاجه بسيطه اللي هي انك غادي تشد الوزن ديالك غتضربو في جوج مثلا انت كتوزن 60 كيلوغرام انت ولا انت 60 كيلو وباغي تزيد في الكتله العضليه ديالك شنو خاصك دير ولكن تزيد وما تكونش مشحم بزاف ما تزيدش ما يكونش عندك في الدات ديالك شاد الشحمه بزاف كيفاش غادي دير غتضرب هذا الوزن ديالك ديال 60 كيلو في جوج 60 فوا 2
شحال غاديك 120، يعني غادي تدخل 120 غرام الكربوهيدرات و 120 غرام نتاع البروتينات. وما تنساش المعادن، راكم عارفين المعادن اللي غادي يحتاجها الجسم ديالك من اوميغا 3 وفيتامينات وبزاف د الحوايج. المهم يا درتي هادشي كامل، كليتي مزيان وحتى ضربتي الوزن ديالك في جوج ودخلتي كربوهيدرات وبروتينات ونعستي مزيان، ولكن تكون ناعسه في الليل 8 السوايع د الصباح ماشي هاد الليل، وترينتي مزيان وحاولتي انك ما طيحش في الكاتابوليزم وانك كنتي كتشرب الماء بزاف، حيت الماء شي حاجه ضروريه في الجسم ديالك. لما راه شي حاجه الا ما كانت في جسمك ما تقدر دير حتى شي حاجه، ما تقدرش دير الحال ما هاد الاي تي بي. هذا واحد الدرجه تكون يكونوا قراوه، يمكن تكون ماشي سيزيام ولا باك ونقراو كيقراو يمكن من بعد سيزيام ولا باك، واحد الدرجه تكون قريته وانت حلمت الاي تي بي كتحتاج فيه الماء. المهم الماء شي حاجه لي ضروريه في الدات ديالك، راه الماء راه هو الحياه كامل. يعني حاول انك تشرب الماء بزاف على الاقل واحد 3 لتر باش تعرف راسك انت كتشرب الماء بزاف. حيت ما نقدرش نقول لاي واحد فيكم كيتفرج ها شحال غيشرب حيت ما عارفش شحال الوزن ديالو وكذا وبزاف د الحوايج. باش تعرف شحال خاصك تشرب، النهار الاول غادي تشرب فيه الماء تشرب جوج لتر، دخل الطواليت غادي تبول بلا ما تقول لي داكشي ديال الحاجه راكم حقا راه منطقي. يعني غادي تدخل الطواليت غادي تبول، غادي تشوف داك اللون ديال البول ديالك كيفاش. الا كان صفر عرف راه مازال مازال خاصك تزيد تشرب الماء اكثر، الا كان بيض عرف هذاك هو الحد ديالك ديال الماء. وبحد هنا غادي يكون سوا الفيديو ديالنا، جيسبيغ ما يكونش طويل عليكم بزاف، وجيسبيغ الا شي حاجه ما فهمتوش دوزوا لعندي سوغ انستغرام يطلع لكم هنا ولا هنا، وتما ان شاء الله غادي نشرحها لكم. بزاف الناس كيقولوا لي ملي كنشوفوك في الكام سوغ يوتيوب كتبان مقموع، ملي كنشوفوك برا كنتصدموا. علاش؟ انا عندي لانس صغير، كاين لي لانس بزاف ما كنفهمش في الكاميرا باش ما نقولكمش كنفهم فيهم، ولكن كاين لي لانس لي زوبجيكتيف ما عرفتش كيسميهم اصلا، كل واحد شنو كيبين، كاين اللي كيبين لك مجموع، كاين اللي كيبين لك عريض، كاين اللي كيبين لك هو هذاك. المهم انا غادي نحاول نجيب شي لانس مزيان باش نبان هو هذاك في الفيديو، سوا نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر. كنبغيكم كاملين.